مستمرين بحلقتنا الخاصة لليوم صباحنا غير يلي عم نرصد فيها حب الشارع السوري بمختلف فئاته لنسور قاسيون. وضيفنا لليوم فينا نقول انه كل متابعي الكرة السورية بالسبعينات بيتذكروا الكابتن عبد الغني طاطيش النجم الاشهر بين نجوم الكرة السورية، وهالشي بيرجع لاهدافه الشهيرة الفاصلة يلي كانت كصواريخ تداك بمرمى الفرق الأخرى. رغم أنه كان يلعب بخط الوسط إلا أنه سجل 50 هدف بمشواره الكروي، نصف أهداف دولية ومن مسافات بعيدة. أشهر أهدافه جاءت بمرمى إيران بطهران ضمن تصفيات كأس العالم لعام 1973، وسجل بمرمى تركيا بافتتاح دورة المتوسط، كما سجل بمناسبات مختلفة بمرمى فرنسا والصين والسعودية. الكابتن عبد الغني طاطيش هو ضيفنا لليوم لنحكي عن مباراة اليوم وتفاصيل رياضية معه. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح للجمهور كله اللي عم يشجعنا اليوم، بده يتابع المباراة إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. يعني نسور قاسيون كلنا عم ندعي لهم، كلنا مبسوطين بالنتائج اللي حققوهن بالمباريات اللي قبل. اليوم إيدينا على قلبنا، ويمكن دقات قلوب السوريين كلها عم تتوحد، ولكن خلينا نحكي التوقعات من 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 الرؤية الرياضية من حضرتك. يعني فعلا الفريق الاسترالي من زمان كنا نشوفه فريق قوي كثير، كان على طول لما كان باوروبا طبعا هو، بعدين صار باسيا، وقت كان باوروبا يعني دخل مره او مرتين على كاس العالم. نعم. هلا هو اجى على اسيا، باسيا كمان دخل على طول، كان يدخل على كاس العالم. يعني انا مستغرب من المستوى نازل طبعا، مو مثل اول الفريق الاسترالي. بس فريقنا الحمد لله فريق يعني ظهر بالمباريات الاخيره فريق متكامل، يعني خاصة بعد حضور السومة وفراس وبعض اللاعبين، فريق متكامل وفريق متجانس بأرض الملعب. يعني أنا فعلا يعني متفائل كثير بالفريق ومتفائل بالنتيجة إن شاء الله هناك بأستراليا إن شاء الله. أكيد. يعني خلينا نحكي شوي، حضرتك قلت بلقاء صحفي أنه نجوم الكرة السورية ما جنوا إلا الشهرة، ويمكن صاروا معروفين أكثر عند الشارع السوري. برأيك هل هذا الشيء كافي لليوم للمنتخب السوري، ولا هن بحاجة لدعم من نوع آخر، خاصة مثل ما قلت أنه وصلنا لمرحلة كثير مهمة بتاريخ الكرة السورية؟ هلا نحن هذا بقى بيسبق واجب المدرب وواجب اللاعبين بارض الملعب. طبعا المدرب بيعطيهم واجباتهم، كل واحد واجبه الدفاعيه والهجوميه، مهم تاديه الواجب، مهم يعني قله اخطاء. كل ما خففنا اخطاء بالملعب كل ما حزننا نصل للفوز وللربح ان شاء الله. الفريق كثير متجانس وكثير فريق عم يلعب كثير كويس، يعني فعلا لاعب خط الوسط اللي كان مثل حضرتك بالفريق بتحسه انه بمكانه، شو بتقول له بتعطيه نصائح؟ نحن على زماننا ما كان في، يعني كنا نلعب اثنين بس بخط الوسط. هلا عم يلعبوا أربعة او خمسه بخط الوسط، يعني هلا صار في مساند كثير. اما نحن اثنين كنا على طول نطلع مع الهجوم ونرجع مع الدفاع، كان في تعب وارهاق كثير لنا. يعني طبعا هلا اللعبه صارت جماعيه اكثر من اول، يعني من اول كان في مواهب كثير كمان. هلا في جماعيه اكثر وفي الطرق كلها تغيرت، طرق اللعب كلها تغيرت. تصفى اللياقة، يعني طالما اللياقة كويسة فريق لياقته كويسة بيطبق أي خطة، وطبعا بدها يعني كمان مستويات عالية. نحن فريقنا 90% منهم عم يلعبوا برات سوريا، وهذا الشيء لصالح سوريا كثير لأنه تطوروا كثير خارج صحيح. سوريا يعني نحن هون لو تموا ما بيتطوروا مثل التطوير اللي بقول هنيك، عم يلعبوا على طول مع فرق أقوى من فرق اللي كانت هون. بتصور هذا الشيء بيعمل قوة أكبر لفريق سوريا، وشفناه طبعا بخلال مبارياتنا. نحن لو هدول اللاعبين جايين من قبل أول تصفيات ما كنا وصلنا لهالمرحلة، كنا تأهلنا وخلصنا يعني. لأنه فعلا روحنا مباراة أوزبكستان، مباراة الصين، هذا كله كان لازم نربحها، وفرق عادية بالنسبة لنا يعني. بس عدم وجود اللاعبين وشوية أخطاء صار وصلنا لهالمرحلة. بس كمان الحمد لله هلا في عنا أمل كبير، الامل الكبير بهنيك. طبعا نحن لازم نكون حريصين جدا، ولازم نكون يعني في شويه حذر بالنسبه مع الفريق الاسترالي. الهجوم لازم كمان يتحركوا اكثر مشان يساعدوا الفريق، خط الوسط لازم يغطي منطقه خط النص، في يعني شغلات كثير واجبات للاعبين لازم يؤدوها 100%. نحن عندنا هلا بالمباراه في نقص،
في عنا حوالي 4 لاعبين. وهذا الشيء ان شاء الله بسبب الاصابه وبسبب البطاقه. طيب ان شاء الله الاحتياط يكون على قد المسؤوليه، وبتصور عنا لاعبين على قد المسؤوليه ولاعبين كويسين كذا. المهم نفوت بنفسيه تفاؤليه على الملعب، متى ما فتنا فاتين نازلين نربح، لازم يحط ببال الواحد انه نازل نربح، ما يفكر بالخساره بنوم، ويؤدي واجبه بالملعب ومنفوز ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله. كابتن خلينا هيك نحكي، يمكن يعني في تفاؤل بالحكي وفي امل كثير كبير يمكن حاطينه السوريين وانتم والكل على عاتق المباراه اليوم، ولكن يعني في شغلات سلبيه كثير كانت ضد المنتخب، اول شيء انه هو ما لعب بارضه، خلينا نحكي كمان عن مثل ما ذكرت من شوي كمان في عنا عدد من اللاعبين غير موجودين، في شوية مشاكل وعقبات يمكن واجهت المنتخب. نحن أهم شيء أرضنا، أرضنا نحن لو لعبانين بأرضنا ما كمان ما وصلنا للمرحلة، منهم كنا كمان مخلصين وواصلين من زمان. ماليزيا يعني طبعا الفريق لعب عليه شيء 6-7 مباريات فريقنا، بتصور يعني تعود عليه، بس المهم الجمهور، يعني الجمهور هناك قليل، لو هون جمهور كان ترى الملعب هون. بس الملعب المالي بماليزيا بتصور يعني شوي تعودوا عليه، اما مو ملعبنا هو يعني، ولسه النفسيات يعني لو كان لو كنا عم نلعب هون كان افضل بألف مره، افضل بكثير وكثير كان. نعم كل الفرق شايفه نحن والعراق الوحيدين يمكن اللي كنا عم نلعب برات ارضنا، اما كل الفرق الثانيه عم تلعب بارضها وعم تلعب على المرتاح وقدام جمهورها وعم تعطي اكثر يعني. نحن لو كنا هون كنا وصلنا من زمان. طيب كابتن انت اليوم كرياضي مخضرم وعشت في فتره ذهبيه ايضا، يعني 50 هدف بالشباك الدوليه يعني مانو رقم قليل، خلينا نحكي اليوم قد ايه عم تمسك هي الحاله اللي عم بعيشها الشارع السوري، يوم كل الشارع السوري مترقب هي الفرحه اللي ناطرينها، يعني عم تتزامن مع انتصارات جيشنا على الارض وايضا من الملاعب الدوليه ايضا لمنتخبنا السوري، كرياضي اليوم قد ايه عم تمسك هي الفرحه اللي عم تشوف هي الحاله بالشارع السوري؟ انا طبعا اول مره بشوف التفاعل هذا الجماهيري مع فريق كره القدم. في مشهد اثر فيك حسيت انه فعلا دمعت، انه تذكرت انه رجع تاريخ الكره الارضيه الكره الرياضيه؟ يعني لا مثلا وصولنا لاستراليا والجاليه السوريه اللي استقبلته هناك حوالي 15000 واحد، يعني شغله كبيره كثير هي كثير، يعني نحن طبعا زماننا ما كان يصير هيك، بس هلا التفاعل الجماهير الكبير هذا فعلا انا لسه ما شفته بنوبعي، لا على زماننا ولا على الزمان اللي قبلنا، مع انه كان في بطولات كثير من زمان، بس الحقيقه كل سوريا حتى يعني اعلام الدول العربيه اغلبه كمان معنا يعني، والشعوب العربيه كمان اغلبها كلها معنا يعني، كلها يعني عم تتمنى لنا الفوز. يعني هلا نحن يعني فريقنا هو اللي ساوى هالجمهور هذا كله، هو اللي ساوى يعني هو اللي حبب العالم كله بقبه، هو اللي رجع نتائجه الفرحه موحده، نتائجه طبعا ولعبه يعني لعبه الحقيقه كان يعني مثير وكان في يعني عم يحرك مشاعر الجمهور كلها. نعم كابتن خلينا نحكي عن التشكيلات تبع المنتخب، وقديش بتحب التشكيله اللي رح تلعب اليوم، وقديش تحس انه في تناغم وفي يمكن اختيار صحيح للاشخاص؟ هلا اكيد اذا بده ينزل لاعبين اليوم احتمال يكون ينزل لاعبين لسه ما نزلوا بالمره قبل هالمره. لاعبين ولا واحد؟ لا لو في نحن عندنا نقص 4 لاعبين. اوكي. اللي بده ينزلوا يعني في بجوز ما ينزل لسه ما نزلوا بالمره على الملعب، يعني لسه ما نزلوا ولا مباراه. يعني هلا وجاب لاعبين من برا جداد هلا، بس هلا مثل جابرييل مثلا، جابرييل لسه ما لعب معه بنوم، وفي جهاد الباعور كمان جابوا لسه ما لعب معه بنوم. طب مثلا مثل جابرييل كان عنده الوقت لحتى يتدرب ويتناغم اكثر مع اللعيبه يعني هو هلا شوف الفريق كله هذا يعني بيجي من بلده قبل بيوم وبعدين بيطلعوا على المباراه دغري، هيك كل الدول العالم هلا هيك صار، ما عاد في معسكرات مثل اول بس يقعد 10 ايام معسكر او اسبوعين معسكر، لا بيجيوا على مباراه. طبعا المدرب بيكون شايف مبارياته من خلال تسجيل مثلا مباريات تبعه، بشوف الدوري تبعه، بشوف مستواه بالدوري تبعه اللي عم يلعبه، اذا كان عم يلعب باوروبا او عم يلعب بالدول العربيه. بشوف مستواه عجبه دغري بيتصلوا فيه ومشان يجي على المنتخب، لما جابرييل شايفينه بالدوري السويدي
عجبه كثير للمدرب ولذلك دعاه واجى على المنتخب. في لاعبين سوريين كثير برا بس لسه ما يعني ما ظهروا مضبوط يعني ولا الفرصه المناسبه اعلاميا لسه ما انعرفوا هون يعني مضبوط. بس الفريق اليوم انا متفائل فيه كثير. والتكتيك يعني تكتيك الالعاب رح اللاعبين اكيد احنا صرنا بالمباراه الماضيه واللي قبلها كان في اخطاء دفاعيه شوي يعني هلا ان شاء الله يتلافوها بس هالاخطاء كان صار يعرفوا طريقه لعب المنتخب الاسترالي كمان يمكن كان ايه املنا نحن كمان بالحارس المرمى يعني ابراهيم علمي فعلا افضل حارس خلال ال 15 سنه اللي مضوا هذول يعني سما صار انه هيك حارس وطبعا هو امكانيات قويه امكانيات جسميه وامكانيات ومخه كويس كثير يعني دائما مركز مركز بالملعب يعني ما سما اجانا هيك خلال 15 سنه هي ابدا وهذا يعني مثل قوه ورا بالدفاع مع خط الدفاع تبعنا بالاضافه لخط الوسط وخط الهجوم عندنا السوما انا بتمنى اليوم يعني اذا بده ينزل فراس ما ياخره بتمنى ينزله اول الشوط الثاني هو صحيح كبير بالعمر بس شوط بيعطينا شوط كامل منيح فيه صحيح مباراه كامله ما بيعطيه اما شوط كامل بيعطي مثل المباراه الماضيه تاخر بتنزيله يعني اخر 10 دقائق بيسيب اخر 10 دقائق نزل وعمل فرصه جول يعني اما لازم الشوط الثاني كله ينزله فراس لانه فعلا بيعطي دفع معنوي كثير للفريق وهو دائما محبوب بالفريق هو ولذلك كل العالم كل الفريق بيسمعوا كلامه بالملعب بيعطيهم همه بيعطيهم نشاط يعني بيحكي معهم كلام بيردوا عليه دغري يعني اكثر من اي واحد بالملعب. طيب خلينا نحكي لك انت سجلت اهداف مثل ما قلنا كل الناس هيك بتتساءل انه شو بيكون شعور اللاعب لما يحقق هدف او لما يكون على ارض الملعب يعني بنشوفه عم يعمل هيك بنشوفهم انه احيانا بدمعوا احيانا بيبوسوا التراب على ارض ملعبهم كيف تكون ردات الفعل وكيف يكون شعورك لما تحقق هذا الشيء؟ هلا ردات الفعل وقت تسجيل هدف بكل جيل عن جيل بتختلف هلا نحن مثلا انا وقت سجلت جول على ايران ب 73 الجول يعني مستحيل يفوت لانه جول من 40 متر تقريبا في جوال مستحيل تفوت بتتفاجئ فيها حتى انت هي هذا اللي تفاجات فيه انا يعني انا عم بطلع على الكره هي رايحه على الجول ما اشتق الا فايته بالجول وكان حدا يمسكني ورقدت ما كان حدا يمسكني من جوب يعني ارقد ما صدقت حالي اني جايب جول بقى هلا يعني بعد كل فتره بيتغير هلا صار مثلا السجود صار حركات كل واحد بيخترع حركه مثلا بعد ما يجيب جول مثل رونالدو مثلا بس الشعور كيف كابتن؟ شعور ايه؟ شعور ما بحسن اوصف لك اياه لانه شعور بيكون يعني واحد محقق شغله كبيره لبلده او لناديه مثلا بيلعب ورا شغله كبيره بيعطيك دفع اكثر بيعطيك دفع اكثر كان اكثر بكثير بيعطيك دفع وبيعطيك ثقه اكثر كمان له ولزملائه بالملعب كمان يعني فعلا تسجيل هدف خاصه اذا كان هدف فوز شغله رائعه جدا يعني ما بس اوصف لك اياها من كثر ما مفرحه كثير يعني اكيد ان شاء الله اليوم كمان من خلال حلقتنا الخاصه وهالتوقعات تكون توقعاتنا صحيحه ويفرح قلبنا منتخبنا السوري وعلى كل حال يعطيك ان شاء الله اكيد يعطيه الف عافيه ونحن فخورين فيه وفخورين بامثالك ايضا بتاريخ الرياضي الجميل كمان شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها شكرا لكم شكرا لك كابتن ميرسي وان شاء الله اليوم بنحقق الفوز ومنستضيفك اكيد لمبارك لسوريا كلنا سوا شكرا لك.